سوف نزور معلماً تاريخياً من أهم معالم صنعاء. هل تعرفون أين أنا الآن؟ نعم، أنا بالجبل الأخضر. اليوم سأخبركم عن أكثر مشهورة في الأردن وهي الفلسفة. تلفزيون جيم يكافئ مراسليه بجوائز قيمة. إذا كنت من صناع المحتوى التلفزيوني وتريد مشاركته مع الآخرين، كن مراسلاً لتلفزيون جيم. أنجز تقريراً عن هواياتك ومهاراتك الفنية، أو عن الأنشطة والفعاليات المقامة في بلدك، أو قم بالتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية في مدينتك، ويمكنك التعريف بالأكلات الشعبية الخاصة ببلدك. ابدأ تقريرك بالتعريف بالاسم والعمر والبلد والموضوع متحدثاً باللغة العربية الفصحى. صور دائماً في الوضع الأفقي، واستخدم سماعات الأذن عند التصوير للحصول على صوت ذي جودة عالية، واحرص على ألا تتجاوز مدة التقرير 3 دقائق. أرسل تقريرك على الإيميل التالي gmtv@bn.com. للمزيد من المعلومات قم بزيارة صفحات تلفزيون جيم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.